نروح بقى الخبر مهم من الأهلي بعيدا عن الكورة شوية. النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان بيستقبل وفد دبلومة الإدارة الرياضية فيفا أو لفيفا في مصر هنا. المجموعة دي أو الوفد ده بيدرس هنا يا جماعة، وتواجد في الاجتماع ده دكتور عمرو محب ممثل المركز الدولي للدراسات الرياضية تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في مصر، وأيضا كان موجود دكتور محمد قطب، دكتور محمد مدير برنامج الإدارة الرياضية بالمركز. كان كابتن محمود الخطيب النهاردة بيقدم الدعم المعنوي للوفد ده اللي بيضم الحقيقة مجموعة من اللي بيدرسوا دارسي دبلومة الإدارة الرياضية للفيفا زي ما احنا قلنا هنا في مصر. عملوا جولة تفقدية للنادي زي ما انتم شايفين في مقر التتش عشان يقربوا اكتر بقى من فكرة المنشآت في النادي، بيطلعوا اكتر على النظم الجوانب الإدارية ماشية ازاي ضمن طبعا البرنامج المحدد للدارسين. ده مهم جدا عملي يعني. طبيعي طبعا النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب زي ما بيقول بنقوم دايما انه على مستوى الرياضي ما شاء الله، يعني ملف كرة القدم كلنا مطمئنين، لكن كمان